الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فدقا وكيسة هذه كصاب سنة تنوير لبعض مسائل التكفير ومركة وحي أن إنسان مرة إلى بما سلام مهم سنة مسألة كبات هيد إلا كالقاضو كفر الصريح في غير الصريح أما كفر التأويل كفر التصريح لك لقاضو مسألة مهمة هيد كبر اللوني إيو مسألة اللبات هيد قاعدة ما لم يكفر الكافر فهو كافر قاعدة مركة دبيا قديد كبير من كجراء مركة مسائل دورة أيام براروجين أنت أنن جب جبينين مسألة داس أما قاعدة ده قاعدة وحن سوق جب جبين كسوق بيشو بطي قف والبو كفر كرد عاي قال يسين تيسا هدي اللي سوى فصين يهاي بمعنى معلوم من الدين بالضرر ويهاي وين قال يسيس قف كاسك هذا قال يسين وين هذا قالوا بي مناتكو أنت سواها قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر كافر كاللقاه الله وكافر مخصوصة وكافر كل عي كفري معلوم من الدين بالضرورة نكا وإنك اللقاه الله ويدلق العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر أشاس مركة لم يجدتي جنسية أيضا استرغي وحلقة وضع كافر لسلي يقانو ونسلق قرينو لو جيدو من كفره ككفر اليهودي والنصارى والمجوس أيام منتسبين تأهل القبلة يكون دعي كفر النمان كيكون دعين نوع عيسى من حيث الأدلة من حيث الأدلة حقوق بقوين كرتا أن يكون كفره معلوما من الدين بالضرورة كاسا للربا مركا كفر مختلف فيه خلافا سائغا روح لغم التكفيري أدو قال يسين وايو أدو رأيك هو وافق وايو كفر اجتهاد إن حتى خلاف صائغة مسائل كعان كم مشهورة أنا هين حتى اجتهاد دقى أنا روح لقمة تكفيري هدو قال يسين ويروح هذا قال وركيس وحلقها الله وام حي نك وحكوت شراء أت قال يسين لا ذا هاي إذا أدوكن أت إيه ذا يسوع ومرك أت قال يسين وإذا نلقو قال يسين وحكوت شراء كفري معلوم من الدين بالضرورة إلا كلام ما لها وإجماع أهل القبلة إنه مناطق إنتاسيها مرك ياكو خلط مي قل يا قاعد وات ما لم يكفر الكافر نهي على إطلاقها كل من ظهر منه كفر سواء كان كفرا قطعيا أو خلافيا أو اجتهاديا بأوقات وخطأ لبدا درجة بكم اجرا نمنا وحيدهين قاعد وحيقون كتاي كافرك أسلي أكوانا ويخلدمين والحق ومحوى بين طرفي الإفراد والتفريط ويبورد حياه هل كاس على الدنيا منهج الهدات بين الغلات والجفات وين الجفات عن التكفير الشرعي بريبان كرناهي والغلات في التكفير البدعنا بريبان كرناهي وإن هدوارتين قلنا واتلاب صدين وكل من لم يكفر الكافر وحيوقاتين على إطلاقها نمنا وحيكسارين قاعدتك سوق جلية بكسارينو منتصبين تقول على كفر معلوم الدين بالضرورة قبل وكيو رجلي تابع عن صوم الرية بكر بن عبد الله المزني الجليل إياك أن تقول لرجل مسلم كافر أو لرجل كافر مسلم إسكا إلالي قف مسلمة إن الحق در كتر دواء قال سيدوك إسكا دور وكباقصو إن قال ترى هذا ومسلم محمد أنور الكشمير وذاتك حنفي قاية فيض البارقة لهاي كتب ضن شرحية فقيه حنفي يدعها وحوري فليس من الدين أن يكفر مسلم دين تكمد ماها إن قف مسلم لك قال يسيو ولا أن يغمض عن كافر قال إن لقى إن بالله ما يأنوها الدوك مردي رنكرو ننكاتو كان هي سوما هي سلاوة قال مردي هكرو فرها لو الوريشيو أي أن الدين تكمد ماها بول حديدين هاي الجفاء عن التكفير الشرعي والمغالاة في التكفير البدعي بوديدايا ولا أن يغمض عن كافر والناس في هذا المسألة في عصرنا على طرفي نقيض ولقد صدق من قال الجاهل إما مفرط أو مفرط لضدك عزر حلق أنا جون كن صدح بقول كنت ميدي بقول أنت أصو وتقرن إنسان مركة يذو قرني دور سنو دور قرني يجب سيحة بالين هاي
marka wuxuu yiri dadka xilliga aynu joogno laba gees bay kala tageen, nin xad gudbay oo ciidana la gaalaysiinin gaalnimo ku caaminaya iyo kuwa gaabiyey oo gaaladii ka baaqsanay inay gaalaysiiyaan. Waxaa run sheegay oo ninka yidhi jaahilku siiso laba gudun buu ku dhacasiiso, ima mufrid wa ima mufarid, inuu xad gudbay inuu gaabiyo jaahil waaba sidaa warkiisu, ama wa antaraari oo xuduudi buu dhaafi ama xuduudi ayuu ka soko dhigi. Marka waa ima mufaridun oo mufridun. Alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru ilaahi muxuu yidhi allaa yaclamu xuduuda maa anzala allah, xuduuddii inaad dhaaftana hadda waa idabdaru waa muqaalaad iyo quluw, inaad ka soko dhigtana waa maxay, waa jafaa iyo waxaan loo baahnayn. Kitaabkiisa ikfaaru lmulxidiin fi daruyaati diin kitaab aad u fiican oo mudnaa inaan tilmaamado ka hor صفحه 194 92 ka fiiriyo kitaab fiican weeye aad masalada u tahriiriyay qoliyihii hindida ah ee axmed khan iyo beerelowiye iyo balaayid hindi ka soo baxday iyo kana nabada sheegtay iyo atbaacdiisa buu kaga hadlayaa markaasuu masalada usuu sheeday dalaailkeeda furuucdeeda masalatul kufr wa takfir aad buu uga hadlay mucaasiriinta kutubtay qoreena dambe asaga ugu fiican wad akhri kartaa marka على طريقة المرجئة الفقهاء ونقص عضاه مركو كتابك مري أسوق أسلك سوى ما تريدي مذهبك أي معتقد كيسو مذهب أنه وحنا فرعك لكن كتاب كيسان وعلى طريقة مرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء نوحي وافقسين في الكفر والتكفير أهل السنة والجماعة وافقسين هل حرف ما يسنكو خلاف هذا سيئو كتل الله بديرين نبا هذا سيئو كتل الله بديرين مهمة مركب حانو جيدنا وهذا ان سو مري انو جيدني مقاله ولبا يمسله ولبا قدرك اي كوليدا شرعيغا يميزانك عند اهل العلم لهذا وان لو غاد شغل الاسلام من تيمور كالله جهميه المعزله فروق فرق دودي وحي اهاين وذاتكي العقيده الاسلاميه قري تبرتيسي وحي والمقصود ان تعرف المقالات والمذاهب هذا الكادر يوحان بابين وحان اوغ دن لهي حماني كما دن كلان كمان والمقصود أن تعرف المقالات والمذاهب وما هي عليه من الدرجات والمراتب ليعطى كل ذي حق حقه ويعرف المسلم أين يضع رجله ومهم جدا وحاهد وذا دو قيل هيان أن أقيل ما إن دان خاصة كلينا يقاليسين يكفر يتكفير ومسألة دينية ومسألة شرعية ومهم من تدونك جوكتو إن ماشا اللقطة لقي يدستاقع تسكوغاتو ولو بريغدا ولو باباي ومسألة علوس اسك دراسية ميل اسك غو بصدا هديك لو واو واكس تبور با كوغي انت نين في عنن مودو ام باي كولا فريسن سيده واغي اوغو دحاني غا دول اسلامي عايز ان من كان با اوغو فيعان بلايغا تاغير مركاس اي وخان اركا ايغو نينكي عادر المشركين ومسلم كوهيا وتكفير عادر المشرك تكفير المشركين ومن واجبات الدين له لا من أصل الدين تكفير المشركين ومن واجبات الدين ما من أصل الدين ومثل هذا وذا ذاك قعر يعني كقبر النقضي ما وحكلون اسكوهي نمشرين أيونا هاد بيهوش أي ولد قعلمين رسائل بيقى قرين لكن ما يلي كرو مر هذا حقه حقه دو عدا هذا سيو البنك وش عيشة هاي وعين هاد ورك هذا عديسته كما سيك الاحتاجين مقالة إلى هايون لجنة فتاوى شرعية صوصة ارتبا نقدي وحيق الراعي بايق الراعي من نقون كرو أصل الدين من نقون كرو هي تكفير كيسو ننكي خلافي تكفير المشرك من نقون كرو من واجبات الدين ومن أصل الدين إسلام كو كحرية إسلام وام حي مسلم وام حي مسلم كي مشرك والله اسكسور دو نقيضان نقيضان اسلام يا اشراك يا شرك ونقيضان متكود هاد ان فانتا كو قفل نينكي اسلام فهمه وحو فهمه هي ها شرك وحو يا نينكي فهم مشرك وحو يا اما مسلم وحو فهمه هي مسلم وحو يا هي مشرك وحو يا واد قرن متكود با قفل قسم انا ود فانت من هو المسلم عاتر والمستسلم لله وحده رب العالمين ها نينك وامح وحبو اسكو الله وضع دي هروكا قرن هيا وان نينك إلهي غير كي وحو ذاتية اسمة خصائص تكد حيسية مثل هذا مرك حقيقة الإسلام بابا كل إسلام مرنا قون كرتمك واجبات الدين واجبات محالي دادا واجبات دي ومثالك السمعي مثالك السمعي إن شارع كوشا أذن وان كرين
جاهل كل لوجو عذر داره متأول كل لوجو عذر داره حديث عاد لوجو عذر داره سيدك وجوب الصلاة والشرائع كلوي ما وأصل الدين كإسلام كل لوجو سوقري ولا إله إلا الله يتاعن تاع محمد رسول الله لمس الجار هاي لا إله إلا الله وي مركوش خلط بنا بكجر إسك إلى لي عروش يقول حنسا أول أنا هين مقالة كستل وجادو ميزان كأي كل ذا شرعية إسلامية قال نمر ليعطى كل ذي حق حقه أحمد بالحي بحال ليدي أهل البدع كورن ليسوا صواب ولي ليسوا صواب هرنت أهل البدع ورسك دون مسار وإصدامان ويكلسوا كيان مرجعة الفقه الله سيما هي جهمية جهمية الله سيما هي فلاسفة يباطني لوجين ما يجا نارو ويكلا سبحان الله يستان ده ضوح مركا آد هل تريان وده صارت واخلط وعدالة ضره ليعطى كل ذي حق حقه ويعرف المسلم أين يضع رجله شرع قيل أسبهاني طبعا هذا الضمب محققات مجلد كلبات لحبقول يكوبة كفيرين كرتان هذا الكاس مسائل لورا مكبر الرجني انت انا قارن مسائل اذا انكو استاقى اهيت تأولكو يعذر داركو يقيلكو في دراية الدين ضروريات الدين معذر دار بونغونا مسمى انت انا قارن مسائل بمبر الرجني مسائل اذا كوبة حاوي قفك متأولك اه إقيل كي عردار كشيعنا يقال لمدة السماء إقيل كأشيعنا يشوبه أشيعنا يه وحلاقي يبغى إنه كحماد أو كلي أو كدر هذا أو كقال صناعه كي حمانت يدم بالكس أو قدعي كس يا ماك نيجي دم بقول سمي متعمد كأه يمتأول كي متأول كونه الدر هذا حلاقي يبغى في الشريعة صادر تدب وذات كي محمد أنور الكشاه الكشمير وحول وأقول أنتم مثلا كسؤال وذات هذا الكسوق جوري يرانا وحنصارنا يه وأقول كذلك إكفار المتأولين والملحدين أهم من إكفار المعاندين نك معاند كإلا قال يسيو يحجد عيكو قنطي متعمدك يا متأولك وحام مهم سن إلا قال يسيو متأولك وفي رصد هذا حسان بدك قيل يزين رقيز وذات كان وركيز ومفت الحنفية شيخ الإسلام في عصر يوي يوها أهم من إكفار المعاندين وحوري فإن التأويل يتخذ دينا كما اتخذه أتباع ذلك الدجال بخلاف التعمد بول ورنتي كفر تأول كاللوغ الدين بالغا ديغان ضد بالغو ييري عام علم اللوغ النقن مسايد بالغو ديسان هوين بالغو قرسان دولة اللوغ ديسي أمدك اللوغ دولمي الإمام أحمد حنبل الإمام السنة والجماعة منك بابين دولة ما هاي مامون يعيدن كيش دولة دون عباسي اللي يراد سراكيشي دي ومردي دي تلسكي دي لطرياشي قضاد دي دي وحوردون محين نقضي كفر متأولين كفر التأويل بيكو جراء لبكي اوقيستين أهل السنة والجماعة عد اوقيستين مجروا فأوقتين وحي كود دي حتى المسلمين تي دقال لغو قبطي وقال لدي خيركم لله دقال الله من المسلمين لقبطي يو حاك دي هن جهمية دي اوتن ليس دودة عباسيين تي من ابو الدعاء دي عيدا كيسي وحاك دي هنددك محابيس المسلمين تمر كان سود دي سنة إنه وان قال هذا في ديسينا انه اما عن فروش اما عن رقص دافسنا انه محبوس كاسوين الامتحان فان قال القرآن مخلوق هل سود داي هدو دي هواينا قال هذا هاي ستوا كافر كله واسي قال هذا يلم ديا محبوس دي مسلمين تايد القوق ابتها هلقن كي دقالك وعيد اللي مسود ديني لا نوا قال كله ولا بدو رشانو حارس للريحاني سيه صالو محكوا يستان والله امتحاني من لم يقل القرآن كلام الله مخلوق فهو من الروم ليه هو الروم وبقال ذو كترسي هل كاسي لك قاري وحيرو كفر تأول كاللو قالوا الدين بالغا ديغان ومدى اللوغو يهدي لكن نين كاسوه قال لما كاسوه قدعا دان إيا وحكال إيا هاي وحشيخ السلام من هاج السنة قال لما وحالوغو دعا إما لشبهتين وإما لشهوة أبدا من قال لما اسك قال متشرو اما شبي قيل ديني دي يعذر درب ماشن وكدين دغان قال له غدوان هيا وسيده وبدنت هيا اما حقوق وحالي ولو غدوفيني قال كتاب كويستا كتاب القران كويستا ولو غدوفين حقين مرايكن بلا 100 بلس بلا قاعده جنيه اما 2 مليون بالغزون وكاشي اير نبي قعاي نبي قعاي سنه سبناني واوغي ان لو قالو واوغي هي كتاب القران كو لو استا حكم كيس واوغي لكن ما اوغي قال لما داس شهوة الدنيا ملع مال منصب يوقيس إكفار الملحدين في ضروريات الدين صفحة صدن اللي حتكفر هذا القيمة بضن إم الوزير أو آد ياد رقا وطوص في التأويل يعدارك أو آد أقول لي تماشى ورو ليها بقى آد ينفعي ومسألة كسابس وحوري
إن الاستحلال بالتأويل قد يكون أشد من التعمد مع الاعتراف بالتحريم، وذلك حيث يكون المستحل بالتأويل معلوم التحريم بالضرورة كترك الصلاة، فإن من تركها متأولا كفرناه بالإجماع، وإن كان عامدا معترفا ففيه الخلاف، فكان التأويل هنا أشد تحريما. هل كاسول هذا الضنب أسوه ودنك ليه بصير رعس لك أنت سيقى خصوصي سمعوا لي شيء قال لغبا نيستي التأويل حاران تأويل لغبا نيستي يقيل عدار يشوف لغبا نيستي أيا كدر مرك قاركود حرام تكسر لغبا مثال بوكياني وضمق ليس هذا الكيس مثلا صلاة نينك كتاك تكا شديدة أسوغو أمس إلهين وكله واجب تاي كتاك نينك أسوغا قال يسين تيسو ومحل خلاف مسألة خلافية عند الـ عند الـ عند الفقهاء إن قصوا هذا يجمع سوقوريا خلاف كان قصعون صلاة بو كتاك الظهر كي عصر كي مغرب صلاة ما تكاده لكن حو أمسين واجب كتاء لكولي هاي وتهاون يكسل بوقتك يا عجز وغمتك هاي إنو ديدين هاي واجب نمت كيده نكاسي قال يسين تسولس كما نرف جمهور المتأخر الفقهاء وحيليا ومسلم فاسقة نمان بابا يقول رنك ليج معك الشبه سيدنا النقطة أحمد باكلي لوتيريا مر مالك بحرواي اللي قسوا يقولي من شابع باقول لك كينا أبو جعفر الطحاوي غير كي كيرين والله قد قال لما سيدنا النقطة هو مسألة خلاف كتاقية لكن صلاة بو كتاقي أصغوا آمن زن إنا نقول لها ينبا لقوم الله بصلاة مهمة دو حاوي إن إلهي دورك مكة لمرة أتقل بيكو قبطو عصر كان ربك على حسوسته مغرب كان إلهي على حسوسته وحلقه الله وإن إلهي قلبك هذا كوين هذا أدمرك أيضا إلهي على حسوسته إيه ماءها أفرع أهل تكهل أفر فرصة ماءها سيد الرجة قارودي إنك فرانسيس كوركي سيسو مقر نيزان يقردو هو مسلم مسلم قليل وشيخ من بازن أول ولقي ما إسلامي ساسو أمن سنة إنك فرانسيس كاي باحث كا وادو ودمجري وادقر نيسا وركاسو أمن سنة قرداوي وحسكو خلاف ابن باز كيزحن سبحان الله هذا كشي كذان إنك كلب بحقين إذن نينك محساد دوغتك تأولا نينك نمحي دوغتك عمدا أما عجحنا إليهن عمدا بربا نينك سوغتك أوي مسلم كفاسقة أوي سلاة وأن تكندون علماء يسود دعية ولين تبلغ إيميلها وطبعا خلاص يسود كذا نسود علم الله وأن تكن دونا شيء داعي نفا بالود بان لا تكت نيكا ما هم حي صلاة محيوقة تغيا تعمدا عمدا رجع جارود محيوقة تغي تأولا كي جالسا نيكا تأول وقت تغي باق جالس إن أتفهم دم بلاتا تأول إسكي إلى لي هول سهل هم مودنا أدخل بابا إسا إثار الحق على الخلق في رد الخلافات صفحة صدح بقول سيدتين سال كفيري مسألة الله بعدين ربنا نبرعوشي تأول كل شيء يهفوض يسننا سكي إلى علي واو الخطر التكذيب وحقيقته تكذيب هبل ومكذب ألو بيني بعدك أركيسا كتب تكاس مسألة الأسماء والأحكام أما التكفير ككال ليس خلط بعد عكة إلا قفام فوق هذا التكذيب كلام معنا يكون إطلاقا نسبة الكذب إلى المخبر الصادق المعصوم كرسول الله صلى الله عليه وسلم إينا الله تما دفل كتوسها يبينين كتوسها يا مرك التكذيب وحاوي نسبة الكذب والنقضة وبين بات شيء ورنتا ما عين لقول هذا البات شيء تي تصديق بالله كم منا إن إتلا ورنتا وأكون راعي بان كم منا وحاد تري ما يبين بات شيء سا مرك وام حي والتكذيب صريح هذا البان شيء وحبان كو أمري فالبحث كل دقائق ذي بينين كتوسهاية لكن بين باتيجي ما ردين لكن وركي ماذا دقيسين حبا ما عندك سوق قادين حالو قليه مكذباتها وحان كوري هبلو وضضا ان هدا اتصعوت فرعي دضبان كسو بحي الهي مبت بادي نمان موريانا او قرياء وهيستاهو جدتك داعي موبيل وين واوا تحيوك وصانا جيبك وقوترا وضضا كسو نقو تطائف في رسي باتك دقاقضي ماشي باتك دقاقضي معنى دوامح وادي بيني سي هدوغو بين باتيكي ما دهيني
هل كان لي بحبا فرديانكو ولدتك عونا هيا وكان هو هل هيلنا الى ان بدبادي جوك واتكو دقاق ضيبا ما ان كان يمير كان هو بوحا معنى دوام معه وبينين لبدا بينوي نسبة الكذب هي عدم القبول لابد عند جمهور الفقهاء ويقان التكذيب ويقان قضية السكاه لولادك محمد أنور كشمية زيدا وخل دمين حوري مركال لها هوشة واعلم أن أكثر من تكلم في مسألة التكفير أرجع إنكار المتواتر وتأويله إلى تكذيب الشارع وإنه كفر والعياذ بالله والذي يظهر كما ذكر الحموي وابن عابدين في حاشيتي والطحطحاوي في تعريف الكفر أن التكذيب عدم القبول لا نسبة الكذب فقاضوا ماشي إنكار المتواتر ما يقول يعني شارع بين يكلي وحكوضان شيء دينته إنه كمدية اللي هاي معلوم من الدين بالضرورة أما يا ثعد بين السي أما أيا ديدين أقول رقنتو إن القاتل ديد وعدم القبول شيء معلوم من الدين بالضرورة يا ديدين أقبشه فعلا بدو ديدي أما قولا بدو بين الشارعي وبين باتري مر ما يسند باتري لابد وام حي والتكذيب تكذيب بالقول أو تكذيب بالفعل وكذا في التلويح أن الأمر لا يقتصر عليه نسبة الكذب صراحة بس ما تكذيبك حتى عدم القبولك في الضروريات في ضروريات الدين وام حي والتكذيب مركز وضع قال دربوسي شرعي إكفار ضروريات الدين كفيرية إكفار الملحدين في ضروريات الدين سبحان الله بقول تمايز سقى مسألة صدق هذه الرعدة والتنبيه مرك والوخل دما والوخل دما وحنساوله وحط كبقى ينا رتا مرك قارك ذا شاعراء أما ما تريديا أما حتى وهابيا أو مرك قارك كفر عن مودي إطلاقات كذا إنه كحسر هيان كفر التكذيب نيكا كفر التكذيب كفر قصة أورورية وحوقي كده جاي الله وقى التكذيبك عدم القبول إيوه هي نسبة الكذب إلى الشخص لا باس وكده جاي أو قال إن كلية مركة أقولك صريحة بس إن له له مثل هذا الصدحات حديث عباد بن صامت في صحيحين أذكرنا إنسان حديث كذا مهم جدا دلالة سنات فهنتان ومهم سلفكم مركة أيجو تذكى التكفيرنا هي بلازم المذهب والمآل ما له يكدوا إنه يهي بعض يا موقنيسة محنو جيدا قفك مسلمك وحال لقربا أصدقوا إنه أركؤون وحق قال لما أركو بالدليل الشرعي قفك أتقال يسين يسو وحال لقربا إنه يكاقا موقته وحميزانك شرعي مركز صارتو أدقى أكتغى قال لما كا أصدقى سي وحدونا هشيكتو وحدونا هكو عدور دارتو وحدونا هكو هالله أصدقى أطالة لكن أدقى وحق قال يسين نين كاني مكو أرقتي وح قال لي ما في شر ها وتقال لي سينيس وركينا فانتين بيلا طاي حديث فقرة إيقا خسيسان كسوغ مقطع إيقا خسيسية نبي محيو المركي وكه الله يقول إيه جورد هاي الشياطين تاي نبي الله مكبحنا كقبسنا حكمك لا إلا أن تروا كفرا بواحا ها عندكم من الله فيه برهان عندكم من الله فيه برهان وفي رواية عند كفرا صراحا رواية الطبراني كفرا صراحا كفرا بواحا متأخرين تاع شاعر هذا يما تريديه اسكدا وحيدا صراحا لا يحتمل تأويل واجب كوضا لا يحتمل التأويل تفسير لغوي ماها تفسير عرفي وشرعي انا ماها وتفسير مذهبي تفاصيل صدق حسن النقطة تفسير لغوي يمد شرعه وشارعه نوشه وعرفه يمد هي مذهبه رازي مركو فصير هاي آيات كم حلاء هذا هي إلا ما ندر وحلاء هذا مذهب كسي أشعرك أبو محمد ابن عطية الأندلسي عبد الحق فيري وحصميني نقول باش أساسوي التفسير المذهبي هو مدمر ضدكو بابئية وحمرك واسك الشيكي وامح إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان أي حجة البرهان في الشريعة ومعي الحجة إذنكم من الغرقتان أي شرع كهالله وحاد روحكم حكومة سنادو هيستان حجة شرعية فقط كي وحن كرد عياسك أطالة تعليق وكل هاي أنور الكشمير أنا غير كي وأرق سيدو شرحي بانسو قرنية وحروا في قول عليه الصلاة والسلام
حديثك إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، دلالة على أن تلك الرؤية إلى الرائين. حديثك حوتو سي رؤية ذي اللعلي ما إن أنا كفر أن آمنوا سو أركا أركتدو ما أنا إيه نقوم فاعلك وكفر كالسماين أي مس أركتدو حيو الله بني إسا رائيكي دورها يكو حكماني حور فيه دلالة أن تلك الرؤية إلى الرائين فلينظروا فيما بينهم وبين الله ولا يجب عليهم تعجيزه بحيث يحسر لسانه ولا ينطلق بالتأويل، بل إنما يجب أن يكون عندهم من الله فيه برهان لا غير. نكن شبدا كسار حجدا كقما لمرما إلى أسوء استاغور حمها يكدمنا تقفيرية إلى أن يرسلك سمدين بعيري إذنكم ما أرقتان إنكم مكو أرقتان وحق قال لما أدو هيسان حجية الدليل ها سيداي سلف مرك القائل بخلق وتكفير محوار كان يقول إنك أنا قد عي كفرا عد وصراح بوارك إنه قال لازم يما آلي هؤلاء إنه قال قايبين تنويع علم قال قايبين جري لكن أيه وحوار كان إنه يحج عندهم أيها يستاذ وقرآن هو من علم الله ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق هؤلاء كسيد دايين حج إلى هذا الله ارتقام بأيه وحيستان صاصي نقول حكومين وحاضوك أن دعوني يا فلسفة هذه وحاض شيء هذا يقول الله إلهي بأنه مدر إلهي رسول محمد إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان والبرهان واكن محمد سفيان الثوري مكو شعيب من حربي لدر دار ماي وعقيد أتري عقيد أهل السنة وقري قروب رهوش عقيدة آخر ما كاتكتو وربك ويدينا فقل هذا ما حدثنيه سفيان بن سعيد الثوري ثم خلي بينه وبين الله يبولي أرضيس وسوبا حور عقيدة أنت كل ما تو ما لك آخر لك ويديو الله وحاتر هذا وحائي لي سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثم خلي بيني وبين الله يبولك أنا ربي سكوها يدا أنا محن أولتك هيا حدثني فلان عن فلان عن رسول الله وي يعني الله أنا ميشان ساري أقان أدو حالك أربا أنك مركز حكومة نيسه هين إن هذا حجة هيسة شرعية والحجة الشرعية ومع الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر وحكى له أسك الله واحق مثل هذا ومهم جدا هذا الكيب السيد وحوله ودل أيضا حيث يكون حطوصة هيا أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة حقا تكشذا وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملة وإلا لم يحتج الرأي إلى برهان بور ورنتي هذه اللي قور سوء إنك إلا وحي قايبة وقاته ودوان أقاي إنان قال لما كود عاي كسبان أسمي هذه ور لسوء أساق وحكو حرانيا محلوك باين رؤية إلا أن تروا منكم حنودي إلا أيقو اعترافان مرده حتى يعترف صوبون مرده إلا أيقو أقلاذان وأيقو قرتان إلا أن تروا سداسوية هذا الكيسة قيمة بدن سبحانه فرطين تضبات كفر كتاب 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 الشيبي سلا أفراد إرع على وحاوه المعتقد بالشيء على خلاف ما هو ليس عارفا به وإن ادعى المعرفة به شيء إلا آمنوا أولا رمي الله بهاي سدو أها سيانا إنك أؤمن سنة ما أؤركا شيء ما يقانه من آمن سنة هذا الشيء تونه قرن يقانه وأصل مهم جدا أصحاب الحزم حيدين فرقة كستو أهل البدعة الله يعبد سوي تقانا بيدي إلا الجهمية فإنهم لا يعرفون ما يعبدون بل يعبدون الصنم بيدي إلهي ما عبد هيا محايا إلهي عبدهم هو إلهي أن هل كرين أن عرون كرين أن فرح كرين أن حريسانين أوحدون أن سمين كرين أن حكم لهين هذا كان إلهي نقانا يوم إلهي النبي محمد نبري أن عقلي أنه خجر أن إبطونا كمده أمد مسلمين يقاني عابدها ينمبع هذا مركة الجهمي يعبد صنما والمعطل يعبد عن عدما ورأي قرآن كعدي آيات الله باطني سيا سورة توم حيتري إلهي وحود يدقيس هذا قاتل الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعدوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال ذلك لو حيهود نصار الله صور ربي إني كفي عينين الله نوح بضان الدين هيا
رسول بدن الرميسين قور عود السحين هاي قبله هو عفاف بدن واقع له هاي قور كذي اللي وحب بدن بالله ربي حقيقة أن هذا يهودي النصارى نين والبو كم أدوي دي سنة ويقول الله وأنا قانا وأن آخرنا ويرميسين ليس عذابي وجهنم جرتو والنار جرتو والجنة جرتو والله كلا بيح ويأمزي والشيخان إلهي المحيي دي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إلهي مر مسنودي آخر من نبا هذا القرآن كما وحو أسوق السوق هيبو الديد مايا إلهي الرميسيين ماها عليه صفات الكمال ونعوت الجلال لها معها تشبيه بدن بيسيد دينيا نقص بدن بي الله وطيرنيا تكذيب بدن يقورس بدن بي أنبياء وقيسانيا كتب تبي بينينيا أنبياء الدلين كويس كد دين الدلان نمان كانس أمر رقم مهيان سيد دات رميزان آخر أدوه بهذا وحادي يبل إلهي الرسول كم أمن سنة محاولي nin baa xoola ka dhacay islaanta ku doomaray arurti wax wal balanka soo gudbay ku gab Soomaali muxuule hebel mar rumaysan ilaahay rasuulkiisa mar rumaysan muxuu jeeda baqan ki qof allee rasuulkiisa rumaysan aakharna ka baqay malaha way culuun waxay ku soo gabagabay muhammad waxa way alle wuxuu mudnaa kuma yaqaana tilmaamihi rabbiga kuma yaqaana karaamiyi qadariyi ta'iilaa wuxuu mudnaa oo a تقديس التنزيه كما يقانا الله رميسين ما الله دفت آية نوع نقانا والله يقى صورتين أو مخيل الله يكهل الفاسد فكرك الفاسد كأو لباح نبا نوين بها لحكرة تنين قال لحكرة محمود هاي لباح طمير بمود هاي طمير حناقي الكواوين بمود هاي والله اسكي قدك مرك اسكو الله بمنهن آخر هذا اللي شيقه هينا ما بقى آخر رميسين تهيني لك ربح هاي الميزان عدى أوجره ونين والبوح ومضنا الله مرني نصاره وحيليين آخر هذا اللي شيء ما بقى نفلا صو صار مجرى الروح ذم راحينه روح الله راحينه بدن بي إذا وآخر محرفة تصور مفهوم خلطن بآخر كاهستان وحين الشيء جانا يان إن الرميسين الله مفهوم خلطن بكاهستان يتصور خلطن وحين الشيء جانا يان إن رمي الله نمحوري مر رميسنا آخرية الله مر رميس أهل البدعة مركا كهيس إسلام كمفهوم كخلدا ما عاد قال يدي أهل البدعة الله الرسول كسم مفهوم كا كا كهيس ما عاد قال يدي نيك الصومالي يكون نبي محمد وانا قانا التلماء تري تري حسن بويا كم عاد قال يده نبي محمد ما تغني بالله ده شادو تري ونيك هذا النبي وصورة يستيبو من سناي محلية ذا وذاذو ninka waxa adii rasuulka maadan rumaynin maxaad u tiri ninka Soomaaliga miskiinka markaas sida ku tiri maxaad u diidantahay kuwa ahlul bid'a ee jadiidiyo iyo ictisaam iyo wixii la halmay markaan ku dhaho aliya rasuulki ma yaqaanan maxaad ila yaabi Allah sidan leh la yuuna billahi wala bil yawmil akhir hada daqaaq sawaxiliga weydii Allah ma rumaysaad ku leh aakhara ma jirta hadii la faaruqo adduunka horaa laga tagay xisaabta ku leh uu sheegaya aakhara بعثي النصور بكل شيء إلهي المحور مر وما يصنع معنى هذا هو محي تصور خلطا بيكها يستانوي مرة ديكها يستانا ما يقانا وأنه يقول حسان با نبي محمد وعكا هو شيء ندفانتين بلا تصور داس انت إذن كنت دين ما هي وحان ربا وذا ده هذا القدر نسوقوري سلف أيوة إذن شيء كتب طوطنك في عقيدة المسلمة كفيرية الجهمية الله إنسان أقونين سنة من عابدها هي لأن الله الشيخان بين الله المسلمين يقارن مباهبة مقرر في كتب أما أهل البدع كله الأستاذ عبد القاهر البغدادي في الأسماء والصفات كتابة قيم بدنوي ومن أحسن كتبه صدح مجلد ووين بلغو طابع هذا دار التقوى مجلد صدح بقول طباني تضبو حوليه إن أهل السنة والجماعة مجمعون هذا ما خلاف بمتشر مجمعون أصحاب الحديث وربا إنسو الشيخ أهل البدع نواكو راحي إن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أهل الأهواء المؤدية إلى الكفر لا تصح منهم طاعة لله عز وجل أهل البدع وحي ربي عابدون هو باطل بول صلاة دوضة صوم كودة حج كودة باطل محايا إلي الله يعابدها يامبا ها ما يقان نامبا صلاة سيوضة لا تصح منهم طاعة لله عز وجل مما يفعلون من صلاة وصوم وزكاة وحج لأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده
بإيقاع هذه العبادة على شرط من اعتقاد صحيح بالعدل والتوحيد، وبشرط أن يراد بها التقرب إلى الله عز مع اعتقاد صفة الإله على ما هو عليه، ولا يجوز أن يقصده بالطاعة من لا يعرفه. وقد بينا قبل هذا أن المعتزلة وسائر أهل البدع الضالين غير عارفين بالله لاعتقادهم فيه خلاف ما هو عليه في عدل وحكمة، إلى أن قال: وأهل البدع خارجون عن معرفة الله وطاعته، فخرجوا من أجل ذلك عن الإيمان وعن عمل أهل الإسلام. محو تقريري هذا اللي رأيه بدنوي وأنك شعر وقفي عن مركض لقاه الله مسائل كان كتابه لها أبو بكر الباقلان إكفار المتأولين وحكم الديار له صوت الخيسية. هذا نوقف أيدي أصور أني فقيه شافعي وأنا متكلم أصولي وأنا فرض حسابي أنا متفنوها مقالات كان هذا وقفي عن قصدر رازي أدور نقضي أوليه نقاس أدب أطلب صلى الله إسكيلا لأوليه رازي أدوحور وإن فلسفتي سلا هذه أولي سلا هذه دورها هي. المهم نقام حو تقريري حكولي يا أهل بدع ألم يا قانان طاعة إلهي عابد هي أنك ما أصحي سن لماذا نحن نقول صحي طاعة وحكو أصح ذا إلهي إن لو لقست ولا لو قد دواغ أن لو دواشي أو لقست وحكينا يا أحد كد أقست دواغ إنا تقانوت قرنيس. إذن لا قصد لمن لا معرفة له نكن ألا قرنين سيدوك قصدي وحان قول الله تقاضي هبل أجي ودي هبل كي يتلمع وين لقول هذا أدوان أناس بنا بقدر أورد نك يا خالد نوح هود السود نبى الله ويت المام برا يا نضت كلام الله حارسني روح وين لق وح أحد كي وانا تقرن إيش الله إذا أقون سيد عباد ولا قست إنسان بق أم حاشة يا كان إيه أنا أقون وحكوت المام إنسان وحوصنا أهين وحد كان من سنتي وحوصنا أهين. إذا تصور إيه مفهوم خلطن بي الله كقاتين فعبدوه وتقربوا هم وحيوا أمن سنون الله أهين. إذن أهل البدع صلاة دودي صوم كودي حج كودي ما أصحي إجمع برسول قوري إذن كلا لا فوقاس مساجد هذا الإنسان كورما قوة أهل البدع مسجد من غنية يجي جوابه نيك صلاة كأسحي وايد أو صوم كأسحي وايد أركان اسمه كأسحي وايد مسجد كسوم إلا دسوب عبادة ما بيت الله وإله لقوع بين اسم عبادة بس عبادة ما طيب صدع ما إذن مثل قفا مسلم مدي سكرة مدي سكرة إلهي باكادي ذي إلهي حور ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبط أعمالهم وفي النار هم خالدون. محاد بيال إنما يعمر مساجد الله إعمار كم حسلف كفصرين بالإجماع لبا معنا كو إن الله دسو لبو لبحيو إلهي لقو عابدو مسايد وحادث كرا أهل التوحيد أهل الإسلام ربأ أهل البدع مسايد أهل البدع المكفر عن كالله ياد مسايد إسان مسايد ما هو حرق جيل وقادة يا يا كوريك والدمين دي بالوريس وحويلي وذاتك آيات المكفسرة محمد أنور شاه الكشميري مسألة إخراج الملاحدة من المساجد ومنعهم من دخولها مركز أحاديث وحوش قم يا فلان فإنك منافق أخرج حديث كده راي من عباس النبي مالي أنطو عروضي أخذ بي وصد المنافق مساعد كساري قم يا فلان هي أخرج من المسجد فإنك منافق حديث بوكياني على ضعف فيها كدب نوحو كياني إنو نبي أمري مت خارجي وتكن هاي إلا الدلبة نينك أبو بكر الله حديث أنا سي جابر القرن إيسان هذا نوحو كياني عبدالله المسرح إيو ابن خطل ومتعلقين بأسرار الكعبة إلا الدلو وحتى بيت كلاه الود اللي نك حنوا للدين كذب وحيلي ولو بنوا مسجدا لم يصير مسجدا أهل البدع ملحدين تو إسلام كشيعان قالوا ما يكون فلين أيه هذاي مسجد إنسان كاسي مسجد ما نقوله يا عامد الصم الله يسكي الله يسمر جودا داس يا فرق قاس أهل الضال كأهل البدع المشركين تكوفيت إسلام كوع عامين أيه أهل التوحيد كوالجهاد نباب بين أيه
مسايد إن دو ديبتان أما إيدين رسان أما إما إذا كانوا عسك إلالي بين لسو شيء ما هي مسألة دو عداي سورة توبة آيات هي تمني تضبط هي تمني ما كان المشركين إنما يعمروا كآخرية علماء بدم وانصو قاب سنة يا أد مسألة الله هاللي قرطبي بعد كفيرين كرتان إمام مالك مالكي يو رأي بليهم بقى إسكدا مكفره حتى أهل البدع الصغار مسايد ويكدوا يعني مسايد بما إليه من بدع كجرا وحو لسي سعون بما هاي مثل أهل التوحيد لسي هذي قال كوها بسادا ويكتا ليا واسكتو كان إنا مثل أهل التوحيد أساسيا وهي سيد بيت الله الحرام مثل الحرام يا لسي مرايقي يا أنبيو واقدم يا كوها بسادي مشركين يا كنتو كنت لأي مشركين هايستان مسلمين بقى كنتو كنت أصل قال فيرني أهل البدع المكفرين كيدسين كان يسد محمد رامو هذا هو تنتبره لنا وانتمين دي بانو أساسينا نويت عصوب بان لين هاي هو شيء نفان تومه مثل يا وحباه أنا هذا بطا يغفر محمد يا مشكلة فاتو مرات وحول الله بريا مسألة دي من لم يكفر الكافر فهو كافر إيه مسألة معلوم من الدين بالضرورة ارتد كتشرة ولا قال يسين واي واسكعت وكفر الصريح تكسو هلا يسيني مسألة دي هيد لازم المذهب أما التكفير بالتأويل أما كفر التأويل بالله سوى عدي إنا يتاهي مسألة خلق قرآن آيتا من قال بخلق قرآن ولا تكفير ياي إن آيتاهي من باب التكفير بالتأويل المتأخرين قررين بل اسكم ليس خلافي متأخرين ومع ذلك السلف كما يشهد كاستاجين مسألة داسي كفر التأويل كا السلف حتى لقى فهم يا سعد لو فهم إني لازم وحقوق قال يسين يا هل إمام وجيري لفظ قل لي يسا قال لي ما أعلم هي ليسان وحيقول لي إنك سيدا يدا هذا إيه وحيقول لي هي سيدا يسدا وحيقول علمي إلهي بام مخلوق ولي هي إلهي بام مخلوق ولي هي أسماء الله وكجرة القرآن كان مخلوق ولي هي صادرت أحمد مركو الدودي جميل الدودي إلا يدي وركن آلية ذا القرآن كوا كلام الله مخلوق من ماء أو غير مخلوق آلية ذا هاي يا كجهري إن أبو حنيفة أي أقران هايين مولدا ووفاة وحن كان وواي ومن أتباع التابعين جعفر الصادق جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب جعفر الصادق اللي يقان وبقول أفرتني سديت الدنتي سديتن كجنا رشاي أبو حنيفة نقول من دنتي بقول يكون تنك وأقران وحكوا الرؤوسوا يا أحمد حنبل وحيد هذا القرآن هو كلام الله وموشوي وتنبال تابعين الصحابة لكن غير مخلوق وي ليس مخلوقا ولا بخالق وحكوه الرئي جعفر الصادق بول علي عبد الله المد أبو الحسن وحول أصقنا هذا الكهري ما مصقنا من لا أعلم بوري نفي العلم عند الكبار ومحيوا نفي الوجود لا صعاب يا هو سيدين قليل نفي العلم ليس نفيا بالعدم هوليها ما هلك ما تماضوا رجع نقاد وين بخاري وكله يا أحمد وكله يا ابن المدينة كده كردهان حديث لا يصح بل بالشيء أما لم أجد يلا أعلم وحيوا ذا ما بتشريك وضع سووا هذا حقوق ليها بدخول يا شيء الوسائل يلا وعيو جدان حسب حدود معرفتي حسب حدود معرفتي ما قشو عند المطلعين وعاة العلم أساطين العلم الحديث الرواة ما قشو وش الله صعد وحلو درس علم العلا وش برتا أحمد باواي علم الدين باواي داري وسوق رأسه نواي ابن عدي يا حديث بالله ورين قاسو حديث كان ضعيف منكر ومعاجره وحكوا جرى القران هو مخلوق مخلوق يوم ومخلوق وغير مخلوق وادم بي بلابط انه موضوع هي اسك اوغو كان وعاقو ما جرام وحقه الله وحجره ما نحل لو ورني ابن عدي المديني احمد دارمي بيها قباسون هكا مريس البزون صفات اذا تابعي قاس اتباع التابعين لا يحفظ آثار طبعاً لوكين كتب المسندة كلها ومناكير أثر كستو الشيء إنه سحابي يدي أما تابعي يدي أما النبي يدي قرآن هو كلام الله غير مخفى ومنكر عند النقاد
الراجح هو إنه صفيان هذا الكليه وأرض يساء صفيان هو من أتباع التابعين وليس من التابعين تاؤق هذا نقاد سيدا عدي كتاب كان للكائي أثر بدون كجر تاكو خالد دامينا كتب الشيخ سلام تيمية وكسو قورية المحفوظ حاوي أن هذا الكلام نفي الخلق والمخلوقية عن القرآن صراحة وحاوقوه الرئي جعفر الصادق وحكوه الرئيوان معي وغير ثابت وإن روي وقاد هوش أيضا مسألة أمرك من باب التكفير باللازم نينك كو قاليس نينك نينك قرآن هو مخلوق يا نينك قاليسين وهاي ما حيث سلف كيد هذا دور قول أن كدو الآخرين وحنكوه الرئينا يا نينك اللي إذا سفيان بن عيينة وحوري القرآن كلام الله ليس عفوا من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر مشركين واوين وإله غيرك عابدية وإله أنكس كل لبيا يا مشرعين من دولة وبرلمانة وإله حكم كي شرعي سقاتي ويحل ويحرمون يا إذا كان لنا ورقاليسي هدي لقاليسيين أن ليذهين وغلات في التكفير بل هو شان كور رب وسلف كنا تكون حبسنا زين قرآنك هو كلام الله غير مخلوق نينك هذا هو مخلوق محور اسمه من عيينة أبو محمد الهلالي وكافر ومن شك في كفره فهو كافر خانة البحث قلية وإذن كان صور رسان كان وقلت المسند المنشور كنت أو شايد لفظ حروف تأيدين شيء قال سيد كفا كان قلية هارون موسى الفزاري عفوا هارون موسى الفروي إمام كاسنا محويد القرآن كلام الله ليس بمخلوق قرآن هو كلام الله ليس بمخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن شك في الواقفة فهو كافر سورة فيبا واقف آذيبا ننكر القرآن هو كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق هو شو وكا قابسان هيا إيما عدو لفتك سوى كافر بو سيدا ننكر واقال ننكر قال يسي وينا واقال كي جوك سيدي واقال أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي من شيوخ كتب الستة وذكرنا إيسان وحول أسنه ومن شك في كفر الجهمية فهو كافر جميع إذا وكفروا أيها كفر إنك شكينا وعاذركي تكفير العاذر بل قجر الله سبحانه وتعالى تكفير العاذر وي عاذر مي هو تكفير الساكت يدونك والله هو مسلم بالله يدونه عمين إزاي إنك إسكاك قابسة بالله يا ومن زعم أن من زعم أن القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر وحروف تيسي لبا الله روايان كاكسو قوري تيورم حيث ومن شك في كفر الجهمية فهو كافر من زعم أن القرآن كلام الله مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر وأدق مسألة شخص لم تمكه الله أدق مسألة سلف وحقوق قليسين وحقوق شيء التسعين يده علو الله على خلقه مسألة القرآن باك عدعب مسألة الكلام النفسي كلامك يا اللواحق ليسية مباحث الدقيقة ذا إن وحلو قليس ومسألة وقعدت بالشيخ هذا ومع ذلك سلفكم ماشي زكي استاغي صدر ديت رقوا وين بان تكو خلدمين او كو قالوا وين واغ دمر اسلامي ابو حنيفه كم بده امام من ائمه الرسول صوما كان جهميا ثم تاب قران هو مخلوق بورن جري اردق يسوي سو قال لي لح برود لدوداي اما سنه جردابا لدوداي فتا ما كاسو كان نقض ابو حنيفه وحو كدنتا سو قران كان مخلوق وا بين قل متشددين وغلاده يا وركا وريجي وشياطين حبك مجرى لا يثبت انه مات على القول بخلق القران اصلا بل وحكى سوغان وينو كلابت وامام ائمه المسلمين روحوا هاد قرب قال لما كو دعي هادنا المسلمين تيمان بو نكون كرا لان اعتبروا ام هاي لان العبره بالخواتيم محمد حسن الشيباني باكم امام محدث حنفنين كل سعودان بخاري باكوك يعني انه جهمي انجري في كتاب خلف قال العباد بكوك وكان محمد حسن الشيباني جهميا شيخ يسيب كسو قوري احمد بوحوري وهوري اهي واقد ابو كنقضي احمد باوش الله سعودا حوري كان في اول امره جهميا ثم تاب ابو زرعه الرازي
أسئلة سكوك كاني يا أبو حاتم وين كاني أبو زرعة الدمشقي وين كاني واجسوا روحوا الجهمي يقول بخلق غرف ثم تاب فصار يكفر من قال بخلق غرف وتكفير جل واقدم أبو حنيفة تكفير جل واقدم بل إنك كشك قال لي ميسك تكفير جل إذنكم محاضرة هيدا لما دي واقهر هو جالس قيل عليه إذن قاور أحمد بأوهر أن تكفير جل تتكان القرآن هو مخلوق له واقدم بنا وقال لك نيك قال سين وينه وقال أبو الحسن الأشعري يا أفرطن سنة لها وقرآن هو مخلوق واقدم بنا وكتبت كيرا طائف إمام النقضي من أئمة المسلمين بالغترية إذن قد أدون تكن نقضها إذن قد أدون تكن وحائسوا هذا أحمد الحنبل مهم جدا أسألوا وحوليه من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر مر لبعض نقول قرآن كذا سكستو قرآن كالله أخرية أما الله تصرفه فهو كلام الله يبو. فهو كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم ومن لم يكفره فهو كافر وأحمد أحمد هو يقول محاط أدوك بسا إن ما هوش مطال وحد ممكن نوع عدا تنسيد دينا إسكا إلى عليا مسألة محلية دي ومن باب الكفر باللازم والتأويل إذن كإذن تعالى سألوك معايدا دين أنه هو نوع عدا هاي لازم لازم قطع الضروري ونكوكو دقا هيا من باب قياس اللازم على الملزوم وي من باب الإحلاق بنفي الفارق وحول حي مجره والتأول في ضرياتنا القطعين وام حي والتكذيب قالاتين هذا قال يسين وإذا نايدو كنا قالاتين وي سلف قال كاتاقا وحايسو هاري وحاكدر أحمد حنبل واقدم بديارتي البلاد دي كتلنها ينمانك القرآن هو محزولة دي كتلنها وحلوة ديار كفر بسوق ولا بالفضل التميمي في عقيدتي إنك استوى من تقول هذا حروف أحمد مئة ووح وكفها من مثلك أحمد أنت سايقوف العنيف قرن أفرنين أنت هو يوم من أئمة الحنابلة الفقهاء الكبار محدث الفقيه أحمد مثلك كيزوح وكسو كفها ما يبو سوق ولا رسالة قرى حلو اعتقاد أحمد حنبل وإمام كان نجا ما أنت نين أصحاب الوجوه والشافعية هذو سوق ولا رأي الشافع ما عطيه لايدين كتشر وأوكي بدلن زما إذن متيميها وحروف معاني بالسوق ريال الفاظ وحبيب إيتر ما يسيها ورقي قد قيس معولي أحمد وكان وحور وكان يقول الدار إذا ظهر الدار وكان يقول أحمد بوجه الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن والقدر وما يجري مجرى ذلك فهي دار كفر هذه دار تأي بلدك قرآنك هو مخلوق وكم مخضوب وكسو عام بحو يقدر كنفات القدرنا يكبتان ماشي أنا أيها يكون بلد كوا بلد كفر بوله ودار كفر دار إسلام ما بهابه كفر التأويل وهذا كفر لازم أريك وطلا العقيدة التي حكاها أبو الفضل التميمي عن الإمام أحمد صفحة بقول لباطني أفر كفيري هذا ضد طبقات الحنابلة مجلة كوبات بات كفيرين كرتان بقول صدنا يصدح بقول طبقاتنا يستعون الجيدة أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي أنكو خطيبه وحيد هذا عقيدته ذي مشروع هذا يتقانا ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر ممن يفهم فقه الحلوي فقه الواقع الوبانية نيك القرآن هو مخلوق إذا سقوا قال جيس وين أبنان كسكتك بيده قال لماذا نواتي دينك لك بحية تي كفر دون كفر دين ما هيدا هذا ومن شك في كفري ننكاس قرآنك ومخلوق جيري قال لماذا ننك كشكي أو ممن يفهم ننك فهم مثل هذا فهم إياه فهو كافر ومن شك في كلام الله فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر عيدا انت هذا فهم إذا واقف إذا كهلين يعني شاكا شاكيكا لك وحيكا خسيه قرآن كنك هو مخلوقنا وكافر نك قال يسين وينا وأسناء وفهم مقالة صورنا هينا وكافر نك وذاتها تضبع لحو وذات بانت مرية لحو وذات ثم صبيا من عيينة هارون من موسى الفروي
أبو خيثمة النسائي صدح، أحمد حنبل أفر، أبو حاتم الرازي شن، أبو زرعة الرازي لح. وذات كي وإيها للأورنج أبو سلمة بن شبيب نين إمام محدث أسونا نين مشيوخ الشيخين وحسن بن علي الحلواني اللي يداده أبو محمد الكوفي إمام جبل ثقة لا جرح فيه بل أئمة من أئمة الحديث الكبار روي يا وحيجي أروا نينك قرآن هو مخلوق إلى هذا قال يسين ما يو نينك قرآن كي استقعف لا أكفر من وقف في القرآن نينك قرآن هو كلام الله وانت كجوك سدا ما قال يسين يبور لا أكفر من وقف في القرآن. أبو سلم بن شبيب تعليق يحوري من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. حسن علي الحوا قلبه معاجرة محوكة جوك سدي الواقفية ما أنا منك القرآن قوان بغلو وام أقوي يدي وان وررسلنا هايو أما مخلوق نورن مينو وغير مخلوق نورن مينو وهو لأن لقوه الرين وكا قابسنين وحوري من لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. تاريخ بغداد ترجمة حسن علي الحلواني كفيري الهذلي أبو محمد الكوفي كتب التراجم برنام باقي تاديب التاديب كفروع ديسة تاريخ بغداد مجلد كسيديداد صدح أبو القنطن يلبو حسن علي الحلواني. إذن ومع ذلك نينك أساقا تفند قاليسنا اللي قاليسي هم وحبا ما يسين يلو إمام حديث اللي قاوري بخاري يو غير كيبا ومحتج في الكتب الستة من أئمة الإسلام موي حي درجة أسوق الوضع الوها يستوى معي وعدم تكفير الواقفية إماها عدم التكفير القائل بخلق القرآن معها. ومع ذلك هذا إن مسألة اللي هو عضي هيدا اللفانسي أنا هول يطالب عن ربا سيدا يطلب سيدا سلف قد أطلب سيدو إيه وحبايد كسوار معي ابن بطن كوكب قبين في لبات صغرى محيدي ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه أو قال بلسانه وأضمر في نفسه فهو كافر بالله فهو بالله كافر عفوا. حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. أنا قبل حد وايستي لو وقف حوض مشرعين من دون الله إيه عباد القبور والأوثار لا بد أن مسلم بدو هيجتين أستلكوا حكاية الله ينوامح ومسلم ما تضادين دروا آيات قرآن يا حديث يا إجماع السلف يا قياس صحيح أيضا أكيني كرين هي هنا كفر صريح طبعا مكيني كرتان ومكيني كرتان نمان كسيدة الله تكفيريني يا جهمية حجج من كتاب الله وسنة الرسول وآثار صحابة اللي شنجرين لما قال سال الله تكفين للي هاي أيقوا واقعلو قرآن كم مخلوق شيءين نيك قال يسين وين واقعل نيك كجوك سنا واقعل نيك شكينا واقعل يسلف قال له كل قمام هاي أنا إذا أوضان لو وحين وركين وهي أيقى الجهمية ذا أدلة دلشين وشبهات كدلش هذا صدق بقى إنك شيء قد دونا ما لك جواب كرتم أوجه شبهين كدلشين أي هوش أوجيس هذه اللي دينش وطور وريزان وحن هلش بكاء هاي لبذا كله لفظون كشوي ولا أركي دون تان لقون كين دونا. إذن سيدا نقلي أنكو دايو سيدا نقلي أنكو دايو أما تكفير القائل بالخوف أسوق مرا ملا ومستفيد متواترة من لم يكفرهم فهو كافر يا إخو سيسي قاعد مركا هلقا وحكى الصباح عند السلف نيكا كفر يسمع معلومة دين بضر وياه ولو مآلا هي ولو مآلا من لم يكفره فهو كافر قاعدة سلف هذه القنيس نيكا قال لما دي سؤالتي معلومة من الدين بالضرورة ولو لازما ومآلا وكافر أصغو نيكا قال يسين ويانا وكافر قاعدة هالكاسة إليه ذهي إيه رود بقليسة نو البو قران كو مخلوق يدي هذا الكيسو حكم بيه شبانيا الهي مهض ان الله لا يتكلم ولا تكلم ولم يتكلم ولا يامر ولا ينهى هذا الكيسو ساس حكم بيه شبانيا
القرآن هو مخلوق ذات هذا سيد الله أذى اللجوء أبورا الله أبورا كم باللجوء أبورا إنما قولنا إذا أردنا أن نقول كن فيكون كل يوم كن بتكرر التنبيه بيلي القرآن هو من آثار كن من مخلوقات كن وحي كن لجوء أبورا هل كاسين مريان هذا بإلهي كم هاللوي سيد موسى الله أبورا محمد الله بشك الله أبورا أذى اللجوء أبورا القرآن الله أبورا ومخلوق مخلوق الله إلهنا كم هاللوي كل من قال القرآن هو مخلوق فمآل قولي أن الله لا يتكلم ولم يكلم ولا تكلم ولا يأمر ولا ينهى مركي أركين مركي جهميد وهوش خطرت كجرتي وحيدين إن الله يتكلم مجازا يتكلم مجازا مجازا بمعنى وحو أبورها يا شيء كعب روح أسقر ربي أسقر إله ما الله يه لكن يخلق كلاما في جبريل أو في محمد كما خلق كلاما في الشجرة التي نودي منها موسى وركاسي كينا يا كلام كاس لغو أبور شيء لا أبوري با الله كعبرها يا إنما يخلق شيئا يعبر عنه لا أنه يتكلم أو له كلام في نفسه أبدا إلهي كلام ومصوغا يلقوا عليه يتكلم مجازا شناع عدي يفو الحمدي مقالة بير من اسكا خفيفيا مسلمين تؤكدوا هذا واي وحال إلهي يتكلم حقيقة وله كلام في نفسه حقيقة وحاوضا ويضره كلام هدو إلهي وحم الكو أبوري وصو وحو ربي كعبر إلهي لوتر ري وحو البؤ الدنك جوا إلهي كلام كيس تامرك أغادين يا وحيد الله يتكلم حقيقة لكن اختلف المسلمون في من هو المتكلم من هو المتكلم مزلا وفرس بضاك واقدا بكينت هو حيدين متكلم ما هو من قام به الكلام با واتصف به مسيه ومن فعل الكلام لمن قاسنا وحاسك قدر مطي نطقي أنطق إلهي جلود محيدين أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فرق بين النطق وأنطق أضو إن هذا شو إن هذا روح كهل السمك لدوان وحال لغا إلهي با هالله هيو كلام لوي ما إلهي با آدمي مخلوق كهل لنكر لغا ما هالله وحيدا إنو أنه وحان قبنا هدان عزيزان وحيس كفو فينا متكلم هو من فعل الكلام من فعل أي من خلق الكلام في غيره فتكلم به إلهي با هذا كو أبوري جبريل أما النبي محمد بو كو أبوري فتكلم به جبريل ويا نبي محمد لكن لا أنه تكلم بنفسه إذا محسكا خل دمي نطق أيو أنطق أنت هنيك كلا قرن وايد أسيو تالله نطق به يو أنطقه سمك لدوانه ورك هذا من رازي وحمزة الله تمد بحثك أنت عليه إدلي ذي ذيك القرآن كنيك ومخلوق إذا وحكى لازم إن إلهي نسان هل لينن وهران وسهل دمنا وسان هل الدونن مركو دون وسهل كرن وحب أوسان أمر وحب أوسان خيب ونهيين بكل لازم شنائع ذا فرضهم حوري رازم سوق قبل قبل هذا بحث لفظي لا فائدة فيه كتب الكلام كساس وكوكا بقي وبحث اللفظي اه او وحادعي كرتا قفكو اصغون صفية المان بان سمينين فلقو سمينين وحلقو تيريو ننكا تمرت ايبية تامر باليد هذا ننكا عانها ايبية لابن باليد هذا ننكا هيلبك ايبية لاحن باليد هذا ابي اللحم زم ايضا مقال اذا هيلبك إيبين تيس يتمرت إيبين تيد يعانا قديد دو أفعال ما أوصاف إلهينا عدو وحكو أبو رفلكو كسما يبع لغوها الله إلهي ما هاللي كريد حلو عسكين كي خلدان طي أسماء المعاني إيو إيا أفعاش عسكين كي خلدان طي معاني ما لغها الله سفر روحكو قميسو أسوك أولي أيا لغها الله وحسكين كي خلدان أسماء العياني وأسماء المعاني وحن وعيان أسماء العيان بالله إذا هذا يدونك بك هذا سباتك مرة يسأل إلهي هذه اللوتر عين لوتر ما هذا هو إضافة تشريف والتكريم كبيت الله وناقة الله هذه الصفة رب اللوتر وآه وحو رب كت المامين يهيوي وصفة فرق بين إضافة العيان لله وإضافة الأوصاف والمعاني إلى الله ويكال دوين كذلك آدم إن لوتر أعيان إن لوتر أوصاف ويكال دوين تاي
هبل نيف كيسيو غوريسيو جيت كيسيو وحا كلا دوون هبل علميسيو جيس نيمت كيسيو هي ديرسن وي كلا دوونتا برك و خولو وحان دواسك بحث اللفظي ان وزير انت متوقع مرضك ودا وعاد شرح حضي ابن تيميه بابي في 90 او واحد ودان ادين كلين با عرباتني قدغيست مجلد كلابات 618 ك اخريا 90 يدا بحث ادقين بلا ما كجرا من هليسان بحث كفي عن وداد قري مساله ايدا مساله الكلام يهولهدنا وبحث مشكله وحري اسك حقيقيه 90 مجلد كلابات 818 شرح الأسفهانية أصنبت كفرينة مجلد كلابات اللي حبقولي يصدح تعليق يربا كجرة على يتعالي محان ربا مقالة يان لفوضي سن مقالة الجهمية القائلين بخلق القرآن أما لازم هنقطة أما لنقطي سلفكم ميلة بيك جوكتي دينتنا خطر بيكوتهاي مقال كذا ما كان لفيري أيضا كقال سن قال لماذا يهودي النصارى ولذلك السلف كل هذين الجهمية ومن قال بخلق أكثر من اليهود والنصارى وقول مشر من قول كل أهل ملة صدرت وكعور لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق فإنهم من شر قولهم وإنما يذهبون إلى التعطيل وركوا يسعوا عن إله إلي ما شك صاروا إله ضفروا إنكرا لمن كسر الله قال من ربها دعنا وحير إذا قتلنا شبهات كود أبو عبيد قاسم السلام محيي احتج الجهمية بآيات من الكتاب وليس في ما احتجوا به أشد التباسا من 3 آيات بوري لما نكون مسهلا قرآن بيدليشنا يعني أقوه هذا لما قال لك قاليسين أيو إلا ليه هاي نينك قاليسين واي وقال نينك كشكي قال لماذا دانا وقال نينك كير جوكس دانا وقال كي كأموسانا لما نكسال لو يقول أيو قرآن بيدليشنا يعني أدلة يوطان وحورس أدلة الدليشدين وحاق علوس أدران بالحق اللبسي يشب هذا صدح قوله تعالى بيدليشدين وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا أي قالوا وحروف الشيخ قالوا وحيدا جهمي إن قلتم إن القرآن لا شيء كفرتم وإن قلتم شيء فهو داخل في الآية دي كجواب هذا ورنت أودي تلبيس كوضا مك الله فيوري تلبيس كاسي وانا كجواب تان وحيدا السلفيوي أصحاب الحديثي هي قرآن كو الله بمد أموي إنو شيء نقضه إنو سن أهين قرآن كو أدو شيء نقوم وايو هي وات قالوا دين بيد قرآن كو واشي واشي جرة وحجروا الله تلمام هيوي إن هذا القرآن الله عليه وشيء واقع أجرة وحيد إن قلتم إن القرآن لا شيء كفرتم لأنه هو إنكار للحقائق الوجودية ضرورية وإن قلتم قرآنكم شيء وينا فهو داخل في عموم الآية وخلق كل شيء فالقرآن مخلوق متأولين محاكو قال إيزيزين وذادو وإذن كما كان المشركين تسكال الله لما هايستي ومشرعين من دون الله ما كان كهذا لما هايستي نقول بحبوك شيئاً يقول محاكوك شيئاً سلفكم محاكوك قالين آيات بدل شديد منك هو المتأول وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل شيء قرآن كان مشيئاً ماذا كسار سلفي أم أدائي ذا كسارتان واتقالوا بيسان ذا أدائيسان قرآن كان وحنقون هيا مخلوق ويسفى النبي لط وات وشو بقى حق بضوي شو بحق بضوي نك ضعيف طواني كفانزن واني كفانزن شو هذا صدح اللبات قولوا تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قالوا جهمي فإن قل فأنتم قلتم بقول النصارى ورك النصارى شكتان بعدين هدان جهميان نايم حديثين لأن المسيح كلمة الله وهو خلق أي مخلوق فقلتم إن كلام الله ليس بمخلوق وعيسى من كلام الله وكلمته ألقاها سؤالها مدين عيسى سكلمة إلهي ما عيسى محوية وهو مخلوق قرآن كله وكلمة لا أسنى وهو مخلوق بإذن مع السلام ضدها عيسى كلمة الله ما كفرتم ضدها قرآن كله عيسى وكلمة الله هنا عيسى وهو مخلوق قرآن كله
ومخلوق لأنه هو من كلمة الله. وتمت كلمات ربك هي كلمة ربك صدقا وعدلا لا بشبه حق بدوي. وانت انت قدرتوا يردي ابو عبيد وشبهات بدين احاديث بيدلي شذان اثار بيدلي شذان اثر ابن عباس باكمده وحو الهي ابو ري والسماوات يا كرسي ارضي وكوين مجر من ايه الكرسي ابو ريد بالله سو شيء ايه الكرسي. اذا ايه الكرسي هو مخلوق كسب بعد ماشي لا اعظم الا يدي وحال كلا فضلها وين جنس النقطه خلق الله ولا سيدي ما خلق الله اعظم من سماوات ولا اعظم من ايه الكرسي ولا اذا اثار بيدلدلها يا احاديث وان كان ضعيف يدلدلها يا شبهه مشت الله مشرقي السوداني قال كان دودني محيري اي كتاني عيد المعيد هذه هذا خلطنا لكن وحي ليهن شبهات معتبره لي شبهات معتبره مي اكوان سماها رجينا جفادا ما قال الله انا نودم به ايات صدحات ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث اي مخلوق بكفر والحدث اعم من المخلوق كل مخلوق ومحدث وليس كل محدث مخلوقا اشكال قاس ايو قال لكن هذا هو شبه جيدنيا ما ياتيهم من ربهم وحيمان واقي وقرانك ما ياتيهم من ذكر من ربهم ذكر قاسو هي محدث اي مخلوق اياتك وجعلنا يجعلوا ضم بي سوقات قرانك ويدلدلن كتب ضم بلغ بخر شبهات كذا كتاب ضم مجلد نقنيه انت كلد احمد با رساله نقنيه نمنك وحاس شبهه دلدليه شبهاسي يقابك اردي ابو عبيد كاخريه خلق فعل العباد بخاري رقم كبقول طبان يشان إلى بقول طبان يسدين تصال أن كرر مرة بينن هذا دو شبه أيضا كشيدين كيدين تعالى إن منكم إلى وحوق إلى الشيء جريين بان رباني فهنتان بين تدخل شو وان متأولين محمد متأولين وحن لأيضي لقول رقم ليس وتأويل ما جهمي محيا هاي القائل بخوق ران محوقها هذا آيات بدل شان يضلضل أيه محال اللي قال باطاي وحق قاليسين وينه وقال بل كي كاشكيا قال بل كي كاجوك سدي تورعا قال بسلف كل شيء بسلف كان راعنا ها هذا دون عن فروعك خلافنا اصول كل راعنا مس مشركين يدينوا الزنادقه راعنا والله سبحانه وتعالى اعلم.